هو أريوس ما كانش بيفكر إنه بين الأب والابن علاقة تناسل جسدي، لأ. أريوس ما كانش فكره سهل، ما كانش فكره سهل أبدا. أريوس كان متأثر بالفلسفات الغنوصية السابقة واللي كانت موجودة في عصره، واللي كان فيها فكر إن في إله للخير وإله للشر، وإله الخير لا يختلط بإله الشر، والمادة دي من الحاجات اللي ممكن يدخلها الشر، فالله لا يختلط بالمادة، الله لا يختلط نهائيا بالمادة. طب ما ليه خلق المادة ازاي؟ فهو فكر انه الاب كان لوحده فترة من الزمن، وبعد كده خلق الابن لكي يكون وسيطا يخلق به المادة، فعطل الابن جزء كده من ألوهيته، مش كل ألوهيته، وسماه رب، وبقى إله صغير وسيط بينه وبين المادة، يخلق به المادة، المادة اللي هي كل الخلائق، كل الخلائق، لأن الله لا يختلط مع البشر، هو متعالي، هو لا يتعامل مع المادة والبشر الأشرار دول اللي عايشين في الشر، فهو خلق الابن الأول، ده بداية خليقته. عن فكرة خطير يعني، ودور على آيات في الكتاب المقدس يستشهد بيها، طبعا ما لقاش أي آية بتقول أن المسيح مخلوق ولا أن الابن مخلوق، لكن لقى آيات مثلا زي بداءة خليقة الله وبكر كل خليقة، بداية خليقة الله دي في رؤية ثلاثة، وبكر كل خليقة في كولوسي واحد، دي الآيات اللي بتكلم فيها شهود يهوذا. لازم احنا نكون عارفين الحاجات دي كويس قوي. هنلاحظ لما نشوف مثلا في كولوسي واحد، عشان بيتكلم في باراجراف كبير، بيتكلم على الخليقة كلها ازاي ان هي خلقت بواسطة المسيح، ان هو اعلم انها كلها. فبداية خليقة الله يعني هو اللي بدأ الخليقة، هو اللي خلق الخليقة، هو اللي نبعت منه كل الخليقة، فمش هو مخلوق. هو أريوس ما لقاش اي تقول ان المسيح مخلوق، لكن هو بلور النظرية بتاعته بالطريقة دي علشان ينزه الآب عن التواصل أو الاحتكاك أو الارتباط بالمادة. طبعا ده كلام اختراع يعني شيطاني، لأنه كيف يكون الآب موجودا في فترة من الزمن دون عقله دون حكمته؟ مستحيل، مستحيل نظن أن الله الآب يكون موجوداً في فترة من الزمان بدون الابن، بدون عقل، بدون حكمته. وإذا افترضنا أن هو كان كده وخلق الابن بعديها بشوية، هيخلقه بإيه إذا كان يعني حاشا لله، إذا كان فقد العقل؟ كيف سيخلق؟ كيف سيخلق الابن إذا كان هو ما عندوش عقل أصلاً يخلق بيه؟ طبعا لما بنيجي نفهم حاجة عن ربنا بنفهمها من إعلانه، المجمل إعلانه في الأسفار المقدسة، مش بنصطاد آية نبين بيها نحاول نلويها كده عشان نطلع منها بفكرة خاطئة أو نكون نظرية عن ربنا. مشكلة أريوس إن هو كان بيعبد مخه، كان شخص ذكي جدا وموهوب وشاعر وموسيقار وكل حاجة، وعنده كاريزما غير عادية، لكن كان متكبر وأفكاره هي وبس، ما عندوش استعداد يقبل تعليم الكنيسة اللي حاولت معاه على مدى عصور وبابوات في الإسكندرية وغير الإسكندرية، وما رضاش يتنازل عن رأيه، بالعكس كان بينشر السم بتاع البدعة بتاعته ويضحك على البسطاء. فبكر كل خليقة يعني هو نبع الخليقة، هو
رأس الخليقة، هو سيد الخليقة، هو اللي طلعت منه الخليقة، لأن فيه وبه خلقت كل الأشياء. فيه لأنه هو منه طلعت الخليقة، هو الخالق، وله وبه كل الأشياء، فهو الخالق. دي في يوحنا، أنا بكلم على كلوسي واحد طبعا، لما هذه أريوس ما ينكرهاش، كل شيء به كان، يقول لك ما هو الميدياتور اللي كان وسيط، اللي كان وسيط بين الله وبين الخليقة، اللي الأب خلق به الخليقة. ما هو مش بيمكن أنه هو خالق، بس هو بيقول أنه هو مخلوق برضه. أريوس كمان أنكر الثالوث، لأنه فصل الآب عن الإب، فما كانش حاجة سهلة يعني، ما كانش كلامه سهل. حضرتك قلت فكرتنا بالجزء بتاع قانون الإيمان، اللي هو نور من نور إلى حق من إلى حق. ده وصف قانون الإيمان لعلاقة الابن بالآب، نور من نور إلى حق من إلى حق، ما هوش ميلاد جسداني ولا مادي ولا، لأنه كلمة مولود موجودة كتير، فقانون الإيمان أكد أنه مولود غير مخلوق. الحاجة الثانية أنه نور من نور وإلى حق من إلى حق، ومساوي للآب في الجوهر، أو بجوهر واحد مع الآب، أو من نفس جوهر الآب. كل دي تعبيرات سليمة لاهوتين، من نفس جوهر الآب، أو مساوي للآب في الجوهر، أو بجوهر واحد مع الآب، أو واحد مع الآب في الجوهر. هوموؤوسيوس، ما أي طبيعة اللغة كده، إنه مش سهل إنك أنت تترجم حاجة بالضبط بالضبط للغة تانية. اللغة اليونانية المستخدمة في ذلك الوقت اللي تحط فيها قانون بها قانون الإيمان كانت هوموؤوسيوس، يعني من نفس النوع، من نفس الجوهر، مش جوهر أقل زي ما أريوس قال. أريوس قال المسيح إله صغير مش الله. بتريقة كده بيقول، إنما قل لي بقى، هو المسيح هو الله ولا هو ابن الله ولا إيه الحكاية دي بالظبط؟ فطبعا أنا يعني أنا كنتش محضر الإجابة، إنه ساعتها كان الرجل قدامه علبة كبريت بيدخن، فأنا مسكت علبة الكبريت وطلعت عود ونورت إيه العود. بعدين خدت من النور ده كده، نورت عود تاني، سألته قلت له أنه نور الأول، فقال لي ده، قلت له غلط، ما هو الاتنين نور واحد. فراح بصص لي كده بغل، غلط، هو نور واحد. قلت له احنا كده برضو، السيد المسيح هو نور من نور، هو الله وهو ابن الله، نور من نور، فيش واحد الأول والثاني، هو نفس النور، نور من نور، هو نفس النور، أنا جبتش حاجة تانية من حتة تانية، فيش حاجة الأول وحاجة حد التاني. فالسيد المسيح طبعا نور من نور، هو من نفس جوهر الآب، مولود من الآب قبل كل الدهور، قبل الزمن. وهو لما قال أبي أعظم مني، ما قدرش أخد كلمة أقطفها وأطلع بيها بعيد بره السياق. سيد المسيح كان بيكلم التلاميذ، نشوف السياق اللي كان بيكلم التلاميذ بيقول لهم إيه، بيقول لهم أنا طالع السماء، وكانوا شايفينه خلاص ده ساعات وهيتاخد منه، ساعات وهيسلم ليصلب، وكان قايل لهم ابن الإنسان يسلم ليصلب، ويد الذي يسلمني معي على المائدة، لسه كان قايل لهم كده قبلها بحاجة بسيطة، مفيش يعني ساعتين وهم على المائدة. ف
فقال لهم كده، قال لهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ يعني لما أصعد للسماء أنا لازم أصعد، لازم أدخل للمجد الأول، أدخل للصليب وأتألم وأقوم وأصعد. والمجد بتاع السماء حاجة مختلفة خالص عن مجد الأرض، مجد الآب مختلفة خالص عن الصورة اللي أنتوا شايفينها قدامكم. إيه الصورة اللي أنتوا شايفينها قدامكم؟ هم شايفين إيه؟ هو الناسوت متحد باللاهوت، بس هم مش شايفين اللاهوت، هم شايفين الناسوت بس. فبالنسبة لهم وضع المسيح وضع ضعف، هم شايفين الناسوت اللي بيحزن وبيكتئب وقال نفسي حزينة حتى الموت، اللي حيشيل خطايا العالم، وهم مش شايفين مجده. اللحظات اللي شافوا فيها مجده أو جزء من مجده في التجلي انكفوا على وشهم. لكن لما يقول أبي أعظم مني، يعني أبي باللاهوت أعظم من المنظر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، لأن هم مش شايفين غير الإيه؟ غير الناسوت. فاللاهوت أعظم من الناسوت بما لا يقاس، ولاهوت الابن ولاهوت الاب واحد، لكن الناسوت طبعا باين ان هو في ضعف، وباين ان هو يسلم ليصلب، وباين ان هو، عشان كده بيقول لهم لو انتوا، يعني زي واحد ايه بيقول لو انت بتحبني صح تفرح قوي ان انا انك تشوفني في المكانه دي، لأن المكانة دي أعظم من المكانة اللي أنت شايفني فيها دلوقتي. المكانة اللي أنت شايفني فيها دلوقتي مكانة ضعف، لكن المكانة التانية لما أطلع للآب هبقى في مجد، ولما تيجوا السماء تلاقوني في مجد وتتمجدوا معي. فما ينفعش أن أنا أقطف حاجة وأقول آه ده كده ده السيد المسيح، لا، ده هو بيأكد لهم عايزهم يفرح أنه هو خلاص هيخلص رسالته على الأرض وطالع السماء وكلها أيام. موضوع الخضوع ده موضوع تاني. موضوع الخضوع ده موجود في كورنثوس الأولى 15، دي قصة طويلة قديس أثناسيوس كتب فيها مقالة تخن كده، اللي هي حينئذ الابن نفسه سيخضع. الخضوع مش معناه ان الانسان الخاضع اقل من الانسان اللي بيخضع له. يمكن احنا بمفهومنا البشري ساعات نقول لك فلان خضع لفلان يبقى فلان اقل من فلان، لا مش شرط، حتى على المستوى البشري مش شرط. يعني الراجل لما يخضع لزوجته او الزوجه لما تخضع لزوجها، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، هل الزوجة لما تخضع لزوجها هي أقل منه؟ هل أنا لما أخضع لحد ويكون بيفهم عني ويقدمني مشورة وأخضع لمشورته ده معنى أنه أقل مني أو أنا أقل منه؟ هو أعلى مني؟ لا طبعا. الخضوع مش معناها أنه في مستوى في الكرامة أو فرق في المكانة، لا. الخضوع ممكن يجي بمعنى المحبة والطاعة، وأنا عشان بحبك بخضع لك، وإحنا دايما نبقى وقلب واحد وماتشنج مع بعض، متفاهمين مع بعض. فالخضوع مش معناها أن الابن أقل. لما يقول لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، طب ما هي اصلا الاب والابن مشيئتهم واحده. لا، هو عايز يوحد مشيئه البشر بمشيئه الاب. مشيئه البشر كانت دايما نشاز، يقول له ما تاكلش ياكل، يقول له ما تعملش يعمل، يقول لقايين اخوك على الباب وخلي بالك في خطيه رابضه، بس انت تسود عليها. راح برضو عمل وقتل اخوه. دايما مشيئة البشر كانت نشاز، فالسيد المسيح جه خد عجينة البشرية علشان
يخلي كل البشر فيه يطيعوا الأب وينفذوا اللي ما عرفوش ينفذوه طول حياتهم. هو نفذه في جسده، أطاع، أطاع حتى الموت، موت الصليب. الحاجة اللي احنا كنا عاجزين ان احنا نعملها اللي هي الطاعة بالضبط، هو كل ده كان لحسابنا. كل اللي عمله السيد المسيح من طاعة ومن خضوع ومن احتمال الألام، تقديم نفسه للصلب، كل ده لحسابنا، لحسابنا. اللي احنا فشلنا فيه هو جه يتممه علشان احنا فيه نقدر نتمم، عشان احنا بيه نقدر نتمم، عشان احنا من خلاله نطيع ونبقى مرضيين ومقبولين عند الاب. فالخضوع مش معناها ان الابن اقل من الاب، الخضوع معناها ان هما الاثنين مشيئه واحده، وحده واحده. بس الابن خد جسدنا فيه وخد طبيعتنا وثبتنا فيه ودخلنا كلنا نبقى جوه مملكة الآب، تحت جناحي الآب، نبقى خاضعين للآب. إحنا مش فيه، إحنا برا المملكة. لو إحنا مش فيه نبقى إحنا خرجنا، ما بقيناش تحت مملكة الآب ولا تحت جناحي الآب ولا خاضعين للآب ولا نبقى لنا مجد في الحياة الأبدية. لكن إحنا نثبت فيه نخضع ونتمجد كمان. فأنا الخضوع نفسه ما هواش معناها أنه أقل في المكانة ولا أقل في الجوهر. خضوع معناها حب وطاعة وتوحيد للبشرية، كلنا نبقى أهل بيت الله ونبقى أعضاء في المملكة مع الأب. قديس أثناسيوس في كل في كل كلمة من الكلمات اللي كان بيستخدمها أريوس دي، في آية في أمثال وفي آية بتاعت كولوسي واحد وفي آية بتاعت رؤية 13 وفي آية دي بتاعت يوحنا 14 بتاعت أبي أعظم مني، كل واحدة من دول عامل فيها مقال ضخم، يبقى باب في كتاب كده. يعني هو عامل مجموعة حاجات أنتي إيريانز ضد الأريوسيين كلها بتشهد للاهوت المسيح. في قسم كبير منها عبارة عن توضيح وشرح للآيات دي بس، ويشرح الآية بمئة آية. الحقيقة يعني ما تتصورش قد ايه ده كان شارب الكتاب المقدس، شارب وشرب، حفظ وحفظ، يعني لدرجة ان بيقولوا انه، وده اللي تلاحظه لما تقرأ، يصعب انك تلاقي سطر واحد من كتابات القديس أثناسيوس يخلو من آية من الكتاب المقدس نصا او روحا، نصا او معنى. فما كانش بقى بياخد ايه ويطلع بيها لا يتكلم عن الموضوع كله ويوضح الايات دي معانيها ايه من خلال روح الانجيل كله، من العهد القديم ومن الجديد، كل الاسفار المقدسه. تفضل. يعني هو اللي عايز يفهم مش صعب عليه، اللي عايز، يعني ما انا بقول مثلا الفكره دي مولوده من عقلي، مش لازم يكون يعني في حصل تزاوج بين راجل وست جوه عقلي عشان يولد فكره. لما بنقول ان المكنه دي بتولد كهرباء، يعني مش لازم اقول، يعني اخد الكلمه وافهمها بمفهوم جسدي، يعني زي نيقوديموس اللي قال لك انا، قال له ان لم تولد من الماء والروح، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يرى ملكوت الله. فطبعا كلمه يولد دي راح حاططها على طول، قال لك ازاي الواحد وهو شيخ كبير يدخل بطن امه ثانيه ويولد. لكن الولاده مع النور بيتولد من المصباح وبينبعث منه، والفكرة بتولد من العقل. مش لازم يكون يعني بشكل جسداني. فاحنا عندنا قانون الإيمان بسيط، نور من نور، أهو نور من نور،
إلى حق من إلى حق. قديس أثناسيوس يتكلم كثير على ولادة النهر من الينبوع. الينبوع هو الآب والنهر هو السيد المسيح اللي وصل لنا اللي تجسد وشفناه. هو المية بتاعت النهر هي نفسها طبيعة المية بتاعت الايه؟ الينبوع، لأنها طالعة من نفس الينبوع. والينبوع طول الوقت بيطلع مية، فالمية اللي في النهر دي على طول موجودة لأنها طالعة من الينبوع على طول. فالسيد مش ممكن نتخيل الينبوع من غير المية اللي طالعة منه، ازاي بقى؟ ده تشبيك قاله القديس أثناسيوس. وهكذا، فاللي عايز يفهم سهل انه يفهم، اللي عايز يقفل على نفسه بيقفل على نفسه، بيغمض عينه يقول انا مش شايف. طب خلاص، لما تبقى تفتح عينك هتشوف، او تقول له يا رب افتح عيني عشان اشوف الحقيقه. لكن اللي عايز يفضل مغمض عينه بيبقى يعني ربنا يفتح اعينه، ربنا يفتح اعين الكل تصلي له. دي ربنا هو اللي يفتح بقى، انت عايزه شغل ربنا، والمجهود ده مش هيضيع برضو على الارض. طيب احنا طبعا كنا هناخد سفر اللاويين النهارده، وانا كنت محضر لكم حاجات جميله خالص فيه، بس احنا دايما بناخد وقت. الموضوعات اللي بتاعت المجامع والقديسين بتحتاج ان احنا نفهمها وتبقى فرصه حلوه ان احنا نتكلم فيها. فنخلينا المره الجايه عندنا ايه الفقره الافتتاحيه؟ القديس أثناسيوس. احنا مستعدين ان نستنى شويه ناخد الموضوعات، يعني تدينا افتتاحيه وبعدين بنفتح اسئله بتبقى جميله. لما نخلص خالص السلسله الجميله دي ناخد ندرس سفر اللاويين، مفيش مشكله. طيب حضرتك اتفضل ونصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا ربنا الحبيب يسوع المسيح نور الله الاب الذي انعمت علينا بمعرفه الروح القدس الحقيقيه، اللي أعطيت الذين هم على الأرض تسبيح السرافيم. قدست طبيعتنا يا رب ومجدتها بقيامتك كبكورة لكي يكون لنا رجاء فيك، رجاء بالمجد الذي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، المحفوظ لنا في السماوات، رجاء حي لا يمكن ان في حاجه تغطي عليه ولا تلغيه. ادينا يا رب يكون هذا الرجاء مشتعل في قلوبنا فنسعى وراءك بكل قلوبنا ونتمم مشيئتك في حياتنا وتتمجد يا رب في كل دقيقة في حياتنا، في كل عمل وفي كل كلمة، لأنك يا رب ذبحت واشتريتنا كي تقدسنا ليك، لكي نكون لك شعبا خاصا غيورا في أعمال حسنة. نبارك اسمك ونشكرك على كل عطاياك ومحبتك الموهوبة لينا بروحك القدوس. أعطينا دايما أن احنا نكون مثمرين ومتجاوبين مع عملك فينا. افتح عن عينينا يا رب، اكشف عن عينينا كي ندخل العمق ونفهم وندرك ما هو العمق والطول والعرض والارتفاع والعمق والعلو التي لمحبتك الفائقة المعرفة. املأ قلوبنا يا رب من محبتك أكثر فأكثر. بارك يا رب هذا الاجتماع، بارك كل من له تعب في الخدمة، بارك شعبك في هذه الكنيسة وفي كل مكان. بركة أمنا الست العذراء وبركة كروزنا مريم مرقس، بركة كل مصاف قديسيك. استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا.
لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا كالملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.